يذهب لملاقاة البرازيل المحتاجة الانتصار في المباراة الأخيرة في هذه المجموعة للفريقين. كان حفلا وداعيا للبرازيليين في مار ديل بلاتا، وتمنى المشجعون البرازيليون ألا يكون هذا الحفل نذير شؤم على فريقهم الذي تعادل في أول مبارتين وكان عليه الانتصار أمام الفريق النمساوي الذي فاز في مبارتيه الأوليتين وتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كانت البرازيل في مأزق، وكان مدربها كوتينيو ما يزال تحت الضغط، ولكن الاتحاد البرازيلي ورئيس البعثة نونيز أصروا على تشكيل لجنة للإشراف على عمل المدرب، وتعرض نيلينيو ورينالدو وإيدينيو للإصابة، واستبعد معهم زيكو أيضا من التشكيلة الأساسية، وجيء بوجوه جديدة ضمت أسماء مثل ميندونسا وروبرتو وجيل. وبرر المدرب كوتينيو تلك التغييرات بأن أرضية ملعب بار ديل بلاتا كانت تحتاج للاعبين أقوياء بدنيا، وتحدث المعلقون البرازيليون عن هذه التغييرات، وكان الحارس النمساوي كونسيلا مطالبا بالتألق لإبعاد الكرات البرازيلية عن مرمى. لقد كان ضغط البرازيلي واضحا في طريق اللعب الهجومي، وكانت البرازيل في حاجة ماسة للفوز، بينما لم تكن النمسا في حاجة لشيء من تلك المباراة، ولكن حارسها كونسيلا تمكن من إبعاد كرات قريبة من جيل. هاجمت البرازيل مرارا وتكرارا، ولكن النمسا أيضا كانت تحاول بين الفينة والأخرى التقدم على هذه الأرض التي بدت وكأن خيولا قد مرت عليها. بدأت المباراة تأخذ وجه الاندفاع البدني بين الفريقين، وكان البرازيليون في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار، ولكن كل كراتهم لم تعرف طريق الشباك إلى المرمى النمساوي. قارب الشوط الأول من نهايته، وواصلت البرازيل محاولاتها، ووصلت كرة إلى روبرتو ليصوبها بمسافة قريبة إلى الشباك في طريقها عبر قدم أحد المدافعين. انتهى الشوط الأول بهدف برازيلي أعطى شعورا بالارتياح والفرحة للمشجعين البرازيليين. في الشوط الثاني واصل منتخب السامبا محاولاته الهجومية، ولكنه لم ينجح في إضافة هدف ثاني حتى مع إشراك زيكو كبديل في الدقائق الأخيرة. وبالمقابل حاولت النمسا أن ترد بالتعادل، وتألق الحارس ليواو في مواجهتها. كانت مباراة في أخذ ورد في الدقائق الأخيرة، رغم أن الفريق النمساوي كان يلعب بدون أي ضغوط وبدون حاجة لأي نقاط من هذه المباراة بعدما ضمن التأهل إلى الدور الثاني قبل ذلك. هكذا انتهت المباراة بفوز مهم وحاسم البرازيليين بهدف وحيد، وتأهل الفريقان معا إلى الدور الثاني من هذه البطولة، فيما ودعت إسبانيا والسويد المنافسة ولم تكن لمباراتهما أي أهمية.